الاب والابن والروح القدس لان واحد امين. النهارده الكنيسه بتحتفل بعيد قديس كبير فيها اللي هو القديس انبا بولا اول السواح. اثنين امشير واحنا مفروض طبعا نعيد للانبا بولا ونفتكره، وخصوصا كمان انبا بولا اسكندراني فاحنا متعصبين ليه شويه. انبا بولا قصته بسيطه وصغيره كده، صغنطوطه قوي قصه، يعني احسن واحد مؤرخ ما قدرش يكتبها في اكتر من صفحتين. لكن ساعات مش المهم في الكميه، مش مهم ان انت تقرا كتير. ريحه الانبا بولا وسيرته وعظمته ما تتكتبش في كتب ابدا، فعشان كده ما تتكتبش في اكتر من صفحتين. ناس كتير كتبت عنه، القديس جيروم كتب عنه، والانبا انطونيوس شافه بنفسه وقال لاثناسيوس الرسول عنه. قصته بسيطه جدا، شاب هو واخوه اتخانقوا مع بعض على الميراث. اخوه اسمه بطرس وهو اسمه بولس، واخوه الكبير اكل شويه في الفلوس، قال له مش سايبك غير عند القاضي. ورايحين للقاضي، ادي كل القصه. فلقوا جنازه بتاعت راجل غني جدا في اسكندريه، فسال الراجل قال له ايه جنازه، سال الناس جنازه مين، قالوا له تتصور الراجل المليونير ده مثلا، يعني الراجل الغني يعني تعبير ايامهم، ما طلعش غير بالكفن اللي عليه، ما خدش حق ولا مليم من الاموال بتاعته دي. قال يا سلام ولا مليم، قال له طلع عريان يا دوبك بالكفن اللي هو متكفن بيه. قال طب ما انا هطلع كده. قال لاخوه يلا روح بالسلامه وانا مش زعلان، وايه وانا اصلا ما انا هسيب الفلوس سايبها سايبها. ما نعرفش حاجه عن سيرته فيما بعد اكتر من انبا انطونيوس في اواخر حياته. فكر ان هو الشخص الوحيد اللي سكن في البريه، فالملاك قال له لا ده في واحد ساكن في البريه الشرقيه الداخليه على مسيره يوم منك، ده الارض ما لا تستحق وقف قدمي. وقال له ان هذا الرجل بصلواته الله بيرضى عن العالم، وبصلواته بينزل المطر، وبصلواته بترتفع مياه النيل، وده جوه بعيد عنك. طبعا اما انطونيوس اشتاق جدا ان هو يروح يشوف الراجل ده اللي بيتكلموا عنه، اللي كلموا الملاك عنه. فمشي مسيرة يوم، وأول ما قابله سجدوا البعض، وكان في غراب بيجيب له كل يوم نص رغيف ياكله، بيجيب للأنبا بولا. كان قاعد عند عين مية، والغراب كل يوم يجيب له نص رغيف وياكله. ففي اليوم ده جاب له رغيف كامل. فالأنبا بولا قال له بحق أنا أدركت إن أنت رجل الله، لأن الغراب جاب لي النهارده رغيف وهو متعود يجيب لي. وبعدين أخبره بقرب نياحته وقال له ابعث هات لي التوب اللي اداه أثناسيوس الرسول، الملك قسطنطين لأثناسيوس الرسول اللي هو كان في الوقت ده البطرك بتاع اسكندريه، وده طبعا كان صديق انطونيوس او انطونيوس ابوه الروح يعني. فراح جاب البدله دي عشان يكفنوا فيها، فلقاه مات. وبعدين اخده ودفنه، بيقولوا ان في اسدين جم وفحروا له الايه
الحته اللي هيدفن فيها بعد ما كفنه، واخد الثوب الليفي اللي كان لابسه، والبطرك بقى يلبسه في كل، يلبسه مرتين في السنه ولا مره مش عارف مش فاكر. ولما راح واخبر اثناسيوس اللي حصل، رجعوا يدوروا على القبر بتاعه فما لقوهوش، فقالوا سمع صوت بيقول لهم ما تتعبوش نفسكم لان انتم مش هتلاقوه جسدي. ولغايه دلوقتي ما نعرفش جسد الانبا بولا فين، ولو ان طبعا رهبان من دير الانبا بولا يقول لك ده عندنا في الدير، لكن طبعا التاريخ بيقول ان هم ما عرفوش جسده فين. دي قصته. لكن انطونيوس كتب السيره بتاعته وادها لاثناسيوس، سيرة صغنطوطة دي ولا دي سيرة كبيرة؟ يعني مش قصة كبيرة. أنا ما نعرفش يعني أعماله العظيمة إيه في المجتمع ولا نسكياته إيه، لكن الكنيسة حطته أول السواح، الناس اللي هم متنسكين للدرجة إن إحنا ما عملوش أعمال، يعني ما بنوش كنيسة حلوة كده، ما بنوش مدرسة، ما بنوش مستشفى، ما وعظوش كتير، لكن تركوا في العالم ريحة، أو ريحة المسيح الزكية عشان العالم يشمها عبر الأجيال. وهتظل قدام عينينا قصة بولس أو الأنبا بولا في خروجه من العالم، وإزاي هو احتقر الخناقة اللي بينه وبين أخوه على إيه، وقال ان كل حاجه في العالم ملهاش قيمه ابدا 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 غير ان انا ايه امضي حياتي مع المسيح. فتباركت الارض دي. احنا موضوعنا النهارده موضوع مهم جدا، ازاي يتحول هذا الانسان الترابي الفاسد اللي هو انا وانت، ازاي نتحول؟ نتحول بسلام، بيتحول الانسان يتحول الانسان من انسان فاسد ترابي الى قديس تتبارك به الارض. يعني ازاي البركه بتاعت المسيح توصل للعالم؟ ازاي؟ بتاليف الكتب، ما اكثر الكتب، بالكتر الكلام، ما اكثر الكلام. على راي الانبا كرولوس الله ينيح نفسه كان دايما يقول انتم مليتوا الدنيا كلام، انما كانت الناس دول تركم حاجة احنا مش عارفينها في الحقيقة اسمها البركة. اسمها ايه؟ البركة. وانت لما بتقول لواحد تديني بركة او عاوز اخد من الحكاية دي بركة، تقصد حاجة كده فيها سر مصري كده، يعني حاجة من عند ربنا، بركة. صحيح الكاهن بيدي بركة والاسقف بيدي بركة والبطرك بيدي بركه، يعني الكاهن بيدي بركه لانه واخد حاجه من ربنا، مش لان هو في حد ذاته كويس يعني. لكن الكاهن من حقه يبارك ويقول السلام لجميعكم ويعطي السلام للشعب والبركه، لانه هو واخد من ربنا البركه دي، واخد وظيفته يوزع بركه من ربنا. دي وظيفه، يعني احنا موظفين عند ربنا بنوزع البركات بتاع ربنا. لكن في ناس عاشوا هم حياتهم كانت بركه، ده صنف تاني بقى، زي ابونا ابراهيم يقول له كده، يقول له وتكون بركه، يعني مش انت هتدي بركه، انت نفسك هتبقى ايه؟ بركه، وبنسلك يتبارك جميع الامم. انت ابراهيم كده على بعضك، ودي حاجه طبعا دلوقتي ما مش عاوزين نعللها، يعني انا معظ عنها، انما نعرف حاجه ان ابراهيم لما يروح حته الحته دي تحصل لها البركه. بركه في الغنم، وبركه في العيله بتاعته، وبركه في الناس اللي حواليه، وبركه في الارض كلها، وبركه للاجيال اللي جايه بعدها. بركه. سلام. يا سلام على الانسان لو ربنا اشتغل يتحول من شويه تراب ما يسويش 2 مليون كتير حتى،
شو التراب حفن التراب يعني واحد بعد ما يموت يبين حفن التراب يتحول من شو التراب ما لهمش قيمة لبركة. شوف مثلا لما يروحوا الناس يقولوا احنا رايحين ناخد بركة من جسد الأنبا بشور. الأنبا بشور لسه لغاية دلوقتي بيدي بركة، قال اه كده نحط ايدينا عليه وناخد بركة، ويروحوا الناس قصدينه وياخدوا بركة ويرجعوا واخدين بركة. ايه ده اخوي؟ فده بقى مخزن بركة، قال اه هو بقى بركة كده. هو ده اللي حصل في حياتي. دي الحتة اللي بتميز المسيحية عن الفلسفات الدنيا التانية والديانات التانية. الديانات التانية الشطارة في اللي يقنع. وكان في ناس في الفلسفة اليونانية زمان أيام اليونانيين اسمهم السوفسطائيين. حتى دلوقتي لما واحد يقول لك بيعمل سفسطة، السوفسطائيين دول كان عندهم قدرة عجيبة كده، يجيبك كده يقول لك أنا هقنعك دلوقتي هو إن مثلا أي قول أي قضية إن في ربنا، يقنعك تمام 100% ان في ربنا. يقول لك اقتنعت، تقول له اقتنعت 100%. وبعد خمس يقول لك طب اسمع بقى انا هقنعك دلوقتي ان ما فيش ربنا. دول السوفسطائيين كانوا اعتبروها قدره على ان هو يقنع بالشيء وضده في نفس الايه؟ الوقت. اذا المساله مش مساله كلام، لان السوفسطائيين كانوا احسن ناس يعرفوا ايه؟ يتكلموا. فالكلام في الواقع كان كلام هو كلام في الهواء، لكن البركة تترك أثرها وتنتشر في الأرض وتبقى حاجة لذيذة خالص. بركة وسلام. في حاجات كتيرة في الكنيسة احنا بنقف قدامها كده نتبارك منها، وتيجي قدام أيقونة العذراء تقول أخذ بركة من ست العذراء. يعني العذراء دي لكت لا وعظة مشهورة ولا حتى يا عيني كانت من الرسل حتى بشرت في افريقيا ولا في اسكندريه ولا في روما ولا في الحته دي، لكن كانت بركه للتلاميذ كانوا ياخدوا منها البركه. لغايه النهارده الارض العذراء بركه. تروح عرس قنا الجليل تحصل البركه للعرس، يتبارك العرس. تروح الحته دي يحصل بركه، هنا يحصل بركه. دي حاجه اسمها البركه دي. النهارده احنا بندور على البركه. يوم الناس يقول لك يا اخي الايام دي كل حاجه فيها كتير، بس في حاجه اسمها قله الايه؟ البركه. حتى يتكلموا على الفلوس يقول لك اتعصرتك بقى فيها قله بركه. يعني هو بيعبروا عن حاجه ثانيه، ان مفيش بركه فعلا. يقول لك مثلا مفيش محبه في البيت بين الاخ واخوه، مفيش بركه. يا اخويا يطلع الولد الصغير يتغالب ويعمل صفصفه ويتناقش، وده اصغر عيل حتى في الكنيسه يعرف عن ربنا احسن من بعض. لكن مفيش بركه. الناس تعرف كتير عن ربنا لكن في حياتهم كده مفيش بركه. امال ايه البركه دي؟ اهو ده اللغز بتاع المسيحيه. يقول لك مره يتكلم عنها بولس الرسول يقول ايه؟ انتم رائحه المسيح الايه؟ الزكيان، كده تطلع منكم ريحه. انا اعرف مثلا ان الورد والياسمين والحاجات دي تطلع منها ريحه، تقول دي ريحه ياسمين. لا دي ريحه ورد بلدي. دي ريحه. أنا يعني في حاجة اسمها ريحة المسيح الأسباني، كانت بتطلع ريحة من المسيحيين لدرجة الريحة دي بتبقى ريحة إجبارية، يعني مش بمزاجك تقول أشمها ولا ما أشمهاش، ما دام جيت في وسط مسيحيين لازم تشم ريحتهم. حاجة عجيبة. وفي حاجة تانية اسمها يرى الناس أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم اللي في السماوات، يلاقوا الناس هي العمل بتاعنا العمل بتاع المسيح. الموضوع عاوز مراجعه كتير. ايه جرى النهارده لينا وايه جرى للكنيسه؟ الكنيسه دي محطوطه في العالم. ومره انا كنت بكلمكم عن مسؤوليه الكنيسه فوق للعالم، فاكرين الموضوع ده؟ كنت بقول لكم الكنيسه مسؤوله حتى عن الميه بتاعت النيل، ومسؤوله حتى عن الهواء، ومسؤوله حتى عن الزرع، ومسؤوله عن وعن وعن كل حاجه، وعن المرضى والاموات اللي راح السماء اللي لسه عايشين على الارض، وتصلي لده وتصلي لده وتصلي لده، ومسؤوله عن الفقير والغني، ومسؤوله عن الشاب والاحداث ادبهم الذين والشيوخ يا رب ايه سهل لهم طريقهم. حاجات كده تبص تلاقي الكنيسه دي مندوبه ربنا على الارض، فمفروض تبارك العالم. وبعدين المسيح يقول انتوا كمان نور العالم. هذه حاجة جديدة كمان.
يعني احنا الملح على الارض واحنا النور واحنا الريحه والعمل بتاعنا عمل المسيح. وبعدين تقول لي ايه حكايه الانبابولا ده؟ الانبابولا ده عباره عن بسميه ايه مش عارف، ممكن اسميه انجيل، انجيل بحاله، انجيل معلن للعالم. ما هو احسن لما المسيح يقول اسهروا كل حين، صلوا كل حين ولا تملوا وعظك وعظا. انا شخصا ما بسهرش كل حين، يبقى بوعظ وعظ وعظ كذب. لكن النهارده لما اقول لك على الانبابولا السايح ده اللي كان بيفكر في ربنا ليل ونهار، يبقى بوعظك وعظ عمليه بحقيقي ما فيهاش كذب، دي وعظ صدق. لما اقول لك على الانسان يترك كل امواله ويمشي ورا ربنا، انا ما تركتش ومشيت ورا ربنا. لكن لما اقول لك الام انطونيوس تقول اه ده الانجيل ده، فالناس دول سابوا لنا انجيل. لما اقول لك الواحد يحب ربنا اكتر من نفسه، انا ما جربتش ان انا اموت من اجل المسيح، لكن اهو قدامك ماري جيرجس اهو. تبص تلاقي القديسين دول في مجموعهم كده كونوا حاجه اسمها الانجيل المعلن، المعلن، الانجيل المعلن. تقول لي لا يا ابونا ده احنا انا في جيبي في انجيل، واحنا كل واحد مننا هنا وانت شايف في كل اجتماع يبعتوا له ورقه في اخر الاجتماع يقول نبه في انجيل بيتباع عند البائع بسعر مخفض. قال لك لا، ده في انجيل تاني قال عنه بولس الرسول في رساله الكورنثوس، قال عنه الانجيل المكتوم، المكتوم. ففي انجيل اسمه الانجيل المعلن، وفي انجيل اسمه الانجيل المكتوم، وده اللي هكلمك عنه باختصار وببساطه كده في رساله بولس الرسول الثانيه لاهل كورنثوس. بيقول لك كده: ولكن ان كان انجيلنا، ده الانجيل بتاع بولس يعني، اعتقد بولس الرسول ما كانش معاه انجيل مكتوب، لكن كان بيعايش الانجيل يعني بيبشر في الانجيل. والانجيل اللي عند بولس الرسول هو البشاره بالخلاص بتاع المسيح. ان كان انجيلنا مكتوم فهو مكتوم في الهالكين الذين فيهم الى هذا الظهر قد اعمى اذهان غير المؤمنين لئلا تفيد لهم اناره الانجيل. الانجيل بينور لكن ممكن يتكتم، لان ممكن اي لو في شمعه منوره وتجيب عليها مكيال تكتمها. تقول لي طب ما الشمعه منوره، لكن اقول لك لكن مش منوره للناس، هي منوره بطبيعتها لكن هي الناس مش شايفه فيها نور. فده اسمه الانجيل المكتوم لئلا تضيء لهم اناره انجيل مجد المسيح الذي هو صوره الله. اننا نكرز بانفسنا، اننا لسنا نكرز بانفسنا، واخد بالك؟ احنا مش المسيحيين مش هم انفسنا، بل بالمسيح يسوع ربا، ولكن بانفسنا عبيدا لكم من اجل يسوع. احنا بنشتغل خدامين في الكنيسه، دولت الايه؟ الخدام. لكن مش هم موضوع الموضوع ان في نور، النور اللي هو بتاع الانجيل. لان الذي قال ان يشرق نور من ظلمه، انت عارف الايه دي موجوده فين؟ في سفر التكوين طبعا. ربنا قال للنور ليكن ايه؟ نور. كانت الدنيا قبلها ايه؟ ظلمه. الذي قال ان يشرق نور من ظلمه هو ده ربنا الذي اشرق في قلوبنا لإنارة معرفة الله مجد الله في وجه يسوع المسيح. أما جه يسوع المسيح فينا هو النور الحقيقي، فحصلت إن حياتنا نورت زي ربنا زمان ما قال إيه؟ واخد بالك؟ يشرق نور من إيه؟ من ظلمة. يعني مر زمان ربنا كانت الدنيا ظلمة قال ليكن إيه؟ نور. فربنا برضه جه لواحد زي حالاتي زي حالاتك ظلمة كده، وهو قاعدين جه جايب أرسل يسوع المسيح سكن فينا بالإيمان، فجه طالع إيه؟ نور. قال لي يكن نور، فطلع نور. إنما النور ده مش مننا، ده أصلا في ظلمة،
الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو اللي نور إيه الحياة بتاعتنا، واخد بالك؟ هو ده إيه الإنجيل بيتكتم إزاي، بيعلن إزاي الناس دول. فالإنجيل موجود، موجود شمعة موجودة، لكن في عصر من العصور كانت الأكسجين حولها كتير وكانت منورة، فكانت حياة المؤمنين كلها إيه منورة. وبيعمل بقى مقارنة لطيفة جدا، بيقول لك على الإنجيل المعلن مش المكتوم، بيقول لك ولكن لنا هذا الكنز الإنجيل ده في أوان خزفية، في أوان إيه خزفية، ليكن فضل القوة لله لا منا، مكتئبين في كل شيء. طبعا شكلنا مكتئبين، مال يعني هيدونا كرامة في العالم لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين لكن غير مطروحين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في الجسد كل حين إماتة يسوع لكي تظهر حياة يسوع في جسدنا الايه ايضا في جسدنا، حاملين كل حين إماتة يسوع. يعني الناس اللي ايه قالت هنقاوم الخطية حتى الموت، دول حاملين في الجسد إماتة ايه يسوع، فكل شوية عمال تظهر فيهم حياة ايه يسوع في الجسد بتاعهم ده. هم وضعوا في قلبهم ان هم يقاوموا الخطية حتى الدم، حتى الموت، فكل ما بيموتوا عن الخطية كل ما الحياة بتدب فيهم اكتر. حاجات طبعا ديت احنا نتكلم دلوقتي في اسرار نعرف نتكلمها بره الكنيسة، ان الموت يدب في حياتنا، الموت نقتنيل انفسنا الحياة تدب فينا، الضيق يجي لينا والحزن من اجل الخطية، الفرح يدب في حياتنا، الحيرة واليأس، لأن العالم الحيرة والضيق يجينا من بره لكن مفيش يأس، لكن دايما الرجاء يملأ ايه يملأ حياتنا. بولس الرسول في رسالة الكورنثوس بيتكلم عن شخصية الإنسان اللي بيتحول بسرعة إلى إنجيل مضيء للعالم من أجل حياته الداخلية. هو بيقول كده، هو هي دي حياة الأنبابولة. إذا نحن عاملون معه، مع مين؟